وبنستكمل معاكم تقديم فقرات ولقاءات طعم البيوت وزينة. دلوقتي هقدم لكم لقاءات طعم البيوت واديكم فكرة عن مواضيع لقاءاتي معاكم. أنا بتكلم عن البرامج القومية المقدمة من الحكومة ومؤسسات الدولة بهدف سواء الشباب، فئة الشباب المقبلين على الزواج، المخطوبين. من الأساس بنتكلم اللي هو الاختيار، أسس الاختيار إزاي. هي كلها بتبقى حملات في الأساس توعوية، ولكنها تطورت عبر السنين منذ بدايتها منذ 2019، وبالتحديد بتكلم هنا عن مبادرة مودة أو برنامج مودة اللي بيقدم وبيطور الخدمات اللي بيقدمها، وأصبح بيقدم فعلا خدمات لكل فئات المجتمع وعلى مستوى كل محافظات مصر. بتكلم أيضا عن مبادرة تانية في اللقاء التاني بعنوان حواء تستطيع، وأنا بعتقد أن العنوان لوحده كافي، أن هو تحته تفاصيل كثيرة جدا أو هو بيشرح نفسه. ده بالنسبة للقاءاتي. دلوقتي عندي تقرير عن الزرع، أهمية أن احنا نقدم الزرع سواء جوه البيت أو داخل البيت. لكن خلونا الأول دلوقتي نلتقي مع فاصل قبل اللقاءات. وعن البرنامج القومي اللي بعنوان مودة وتفاصيله والتطورات اللي حدثت فيه، بيسعدني أن يكون معايا في الاستوديو الأستاذة رندا فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة. أهلا بك. أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة، ومصر وأسر مصر كلها بخير يا رب. نقول البرنامج ده بدأ منذ عام 2019 مثلا، تحديدا مارس 2019. يعني احنا عارفين ان هو قام بخطوات كتيرة، بس عارفين برضو انه مؤخرا طور نفسه، طور الخدمات اللي بيقدمها. فخلينا نقول المحطات المتميزة. يعني انا اعرف ان انتوا نبدأ بسنة كام؟ نبدأ بسنة مثلا 2011. يعني اختاري التاريخ اللي طيب. انت عايزاه. خلينا ندي فكره سريعه ليه مشروع موده وليه وزاره التضامن الاجتماعي اطلقته في 2019. ويمكن الهدف الرئيسي كان هو تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل المعارف والمعلومات اللي تقدر تمكنه انه يبني كيان اسري على اسس سليمه. ليه الكلام ده احنا بنقوله؟ يمكن في 2018 تحديدا في مؤتمر الشباب، فخامه رئيس الجمهوريه كلف وزاره التضامن الاجتماعي باعداد مشروع تحديدا عشان المقبلين على الزواج. ده الحقيقه كان من واقع مؤشرات خطيره جدا اظهرها الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، واللي وضح ان مصر بتشهد ظاهره ارتفاع معدلات الطلاق، وعلى وجه الخصوص الطلاق المبكر اللي هي زيجات في اول سنه من عمرها، وللاسف كام شهر وبيطلقوا خلال اول ثلاث سنين، بتمثل 38% من حالات الطلاق المسجله. ان الرئيس ادرك ده عن طريق طبعا مؤسسات الدولة والأبحاث اللي بتقدم ليه والمعلومات، لأن دي مش حاجة فردية، دي مش مشكلة فردية، لأ، ظاهرة الطلاق ونطلق عليها ظاهرة والدولة تعترف بيها، يعني تفكك أسري، يعني موضوع خطير. وتفكك مجتمع بالظبط. وتفكك مجتمع. ويمكن مصر يعني أهم ما كان يميز هذا المجتمع هو قوام الأسرة القوي. ولكن للأسف يعني في ارتفاع شديد جدا على مدار السنين اللي فاتت، استدعت أن احنا نشوف وندرس ونقف على أهم المؤشرات. يمكن بداية هذا المشروع كما حضرتك ذكرتي في 2019 كان بيستهدف ثلاث محافظات أساسية كانت الأعلى في معدلات الطلاق وقتها. احنا دايما ماشيين على المؤشرات. القاهرة وبورسعيد واسكندرية دي المحافظات اللي احنا بدأنا فيها، وكنا شغالين على مستوى أربع مبادرات تحديدا. طلبة الجامعات داخل خمس جامعات في المحافظات دي، مكلفات الخدمة العامة بالإضافة للمجندين، وكان في مبادرة خاصة بإعداد الكوادر التدريبية اللي هتقف. أنا كنت بكلم حضرتك قبل الهوا وبقولك في المشاريع القومية اللي زي دي الفكرة يمكن ممكن تكون سهلة، يعني كله سهل، يمكن أصعب تحدي المتطوعين وعددهم، وأن الشباب يقبل على التطوع ده وأنه يتدرب. طبعاً انه طبعًا. هو لازم يتدرب على هذه الخدمه، انها خدمه خاصه جدا مش اي حد يقدر يقدمها. هي خدمه خاصه وخدمه مهمه. ويمكن لو اتكلمنا على اعداد المقبلين على الزواج، لو بصينا على الدول بره، الشباب بيدفع فلوس كتيره جدا عشان ياخد جزئيه البري ماريتال اديوكيشن دي. فيمكن احنا على مدار السنين زي ما حضرتك ذكرتي قدرنا ان احنا نطور مبادرات هذا المشروع. النهارده احنا بننفذ 15 مبادره مختلفه شغالين على مستوى محافظات الجمهوريه داخل كلها. الكره وداخل يعني
هو في ثلاث محافظات القاهره اسكندريه بورسعيد النهارده شغالين على 27. انا طبعا عندي فضول لو عندنا وقت في البرنامج اني اعرف من خلال ابحاثكم ليه ظاهره الطلاق قد اكثر انتشارا في هذه المحافظات ثلاثه، اكيد يعني عندكم المعلومات. لكن خلينا نقف في المحطات مع البداية. 2019 عملتوا منصة رقمية بلغة الإشارة، فهنا الدلالة إن كمان في وعي إن أنتم بتتوجهوا لكل فئات المجتمع بمختلف ظروفهم. مختلف ظروفهم ومختلف فئاتهم. يمكن المبادرات المتخصصة بتستهدف، عندنا مبادرة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، عندنا مبادرة خاصة بالمتعافين من الإدمان وأسرهم، عندنا مبادرة الحقيقة كمان خاصة بالمخطوبين، ودي مبادرة مهمة جدا وبنعتز جدا بيها. أنا عايزة أتكلم بالتفصيل بعد إذنك. يعني طبعا. لغة الإشارة الأول طبعا والإقبال عليها إزاي، وقد إيه دي لفتة منكم إن المجتمع فيه نسبة من كل يعني نقول الإعاقة المختلفة، يعني أي حد بيعاني من أي إعاقة يعني لازم يبقى ليه نفس الاهتمام طبعا بتاع أي مواطن آخر، لأنه هو مواطن أيضا. في نفس العام 2019 أنتوا قدمتوا كمان مبادرة خاصة أو متخصصة لذوي الإعاقة، لو عندك تفاصيل برضو أسمعها بالتفصيل. تمام. يعني 2019 احنا اطلقنا منصه مواد الرقميه، اغسطس 2021 اخذنا قرار ان احنا محتاجين نوفر المنصه بلغه الاشاره، لان صادف ان كان حضر معانا بعض من الاشخاص ذوي الاعاقه طلبوا حضورهم، ووفرنا على الارض لغه اشاره، واكتشفنا ان في احتياجات كتير، والحقيقه يعني الواجب يحتم علينا ان احنا لا نغفل هذه الفئه. 2021 جه معانا الحقيقه هو بيمثلوا حوالي 12% او 15%، نسبة مش نسبة قليلة، ما هياش قليلة. كل ده النسبة دي تشمل كل الإعاقات، جميع انواع الإعاقات المختلفة. ويمكن احنا في 2021 الحقيقة بعد المشروع بدا يسمع، يعني جاء معانا الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. الحقيقة الوكالة الألمانية من ضمن مشاريعها هي تكافؤ الفرص، بدا يدرس معانا المحتوى الخاص بتدريبات مواد، عندنا محتوى علمي متخصص طبعا، بدأ يدرس معانا، وبدأنا نجيب خبراء متخصصين في الدمج والإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. وبدأت هذه المبادرة الحقيقة مبادرة جميلة جدا، التدريبات بتمتد لمدة 18 ساعة تدريبية على مدار 3 أيام، فيها دمج حقيقي، يعني معناها أن جوه القاعة عندنا أشخاص ذوي إعاقة وأشخاص مش من ذوي الإعاقة. دي مهمة، فدي الحقيقة كانت جميلة جدا. عملت فرق كبير، أولا لأن الأشخاص اللي مش ذوي إعاقة ابتدوا يفهموا بروتوكولات التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه، وبدأوا يقولوا احنا طلعنا باصدقاء حقيقي. بعد المعسكر ده بيبقوا متضايقين جدا، هو بيخلص وبيقول شكرا، احنا بقى فيه يعني علاقات وصداقات مختلفه، وتفهمنا ازاي نتعامل. دي جزئيه طبعا يمكن بعيده شويه عن مواد، ولكن هي قصه نجاح ومهمه جدا، لان طبعا الحاله اللي بتحصل جوه قاعه التدريبات الحقيقه بتبقى جميله. وخليني اقول لحضرتك ان احنا قعدنا كوادر تدريبيه من الشباب من اشخاص ذوي إعاقة كمان، يعني احنا عندنا مدربين داخل هذه المبادرة مخصوص أشخاص ذوي إعاقة بيقفوا بيدوا التدريب. مهمة جدا النقطة دي طبعا. أولا لازم نعرف إن مش معنى نقول إعاقة يعني هو غير قادر، لا، هي مستويات ودرجات بالزبط. فإن أنتوا تختاروا بعض الناس اللي هو ممكن كمان هم يبقوا مدربين، مهمة جدا إن هم أكثر فئة، أكثر ناس هيبقوا فاهمين ويقدروا يتعاملوا مع الأشخاص اللي هم برضو ممثلين. بالإضافة طبعا إن إحنا جوه الدليل بتاع مواد أضفنا أجزاء تخص الأشخاص ذوي الإعاقة في العلاقة الأسرية وفقا لاحتياجاتهم. يعني كل خطوة إحنا كنا بناخدها بنعمل دراسة احتياجات، وبنعمل مرحلة للاختبار، اتعمل اختبار على تطبيق هذا الدليل، اتعمل اختبار على الألوان المستخدمة داخل القاعة عشان الإعاقات البصرية المختلفة، يعني في ألوان محددة إحنا بنستخدمها عشان تتناسب، دايما في مترجم لغة إشارة، فهي بالإضافة للإتاحة هي في كمان دمج. أيوه. بعد كده تطورتوا بقى، يعني احنا وصلنا لغايه سنه احنا نقول 2024 حتى اللي احنا فيها في خدمه اسال موده للاستشارات الرقميه، عايز اعرف برضو تفاصيلها. من ضمن التحديات اللي واجهتنا خلال التدريبات، خصوصا بعد ما اطلقنا مبادره متخصصه للمخطوبين، الخطيب والمخطوبه بيجوا مع بعض، لقينا ان الشباب بيبقى عايز يتواصل مع المشروع تاني، بقينا نستقبل اسئله على موده على الفيسبوك
فيسبوك على الماسنجر، بقى نعرف من المدربين ان الشباب بعد ما بيتجوز بيرجع يتصل بالمدربين وهم مشكورين الحقيقه، بيعملوا بحب وبيدوا النصح والارشاد. وده يتطلب وقت كبير قوي من المدربين، لان هم يعني بيشتغلوا على الفئه الحاضره اللي بيدربوها، وكمان هم مطلوب منهم ان هم يتواصلوا مع سبق ودربوهم قبل كده طبعا. ودي حاجه، وهل بيبقى في عائد للمدربين او اي حوافز؟ المدرب في التدريبات طبعا بيبقى له حافز، بس هو يعني بيبقى حاجه جزء منه تطوع طبعا، لان المبالغ ما هياش كبيره، احنا شغالين على سكيل واسع جدا، فطبعا الامكانيات ما هياش عاليه. ولكن فكره ان هو بيرد على اسئله الشباب بعد كده، دي حاجه بتبقى طوعيه من المدرب، وطبعا ليهم كل الشكر والتقدير، لان هم حابين المشروع وحابين الرساله بتاعته. ولكن احنا جينا قلنا لا، احنا محتاجين ان احنا نحط اليه منظمه نرد بيها على الاسئله، وفي نفس الوقت نقدر نخرج بمؤشرات. يعني فكره ان يبقى في منصه رقميه بتستقبل الاستشارات على منصه مواد رقميه، وفي خبراء متخصصين بيجاوبوا وبيردوا على الاسئله خلال 48 ساعه وفي سريه تامه، دي حاجه جميله جدا، لان احنا كمان بتجيلنا تقارير نبتدي نشوف مثلا المحافظه الفلانيه طبيعه المشاكل اللي فيها عامله ازاي، فابدا حتى على التدريبات اللي على الارض اوجه المدربين بتوعي ان احنا هنركز مثلا على الجزئيه دي، على مثال يعني تدخل الاهل والاقارب في العلاقات مثلا، فنركز عليها في تدريباتنا. لا دي بقى من الاسباب اللي انتوا لاحظتوها ليه بيحدث الطلاق طبعاً. ودي هنناقشها مع حضرتك برضو طبعاً. لو في وقت يعني انا اكتب يعني ملاحظه، يعني احنا لازم نتكلم عن ما دام احنا بنتكلم عن ظاهره وما دام درستوها عبر سنوات، فاكيد انتوا حاطين ايديكم على اسباب معينه، ويمكن حضرتك تبقي متفقه معايا انها بتعود اولا للاختيار اللي لازم طبعاً. يكون على اسس. طبعا بشكر حضرتك على الجزئيه دي. طب خلينا نتكلم نبدا بقى نتكلم على الحملات التوعويه اللي بتقدموها للمخطوبين. انا عارفه ان انتوا عاملين مبادره خاصه للمخطوبين وللمقبلين على الزواج. تمام. بمعنى ايه بقى وتفاصيلها؟ هو مش توعيه قد ما هو تدريب متخصص مستند لمحتوى علمي حطيناه مع مجموعه كبيره جدا من الخبراء، وبالتعاون مع صندوق الامم المتحده للسكان، ومنقسم لثلاث اجزاء اساسيه: جزء خاص بالجوانب الاجتماعيه والنفسيه في الحياه الاسريه، الجزء الثاني خاص بالجوانب الشرعيه في كل من الدين الاسلامي والمسيحي، وهنا احنا كان معانا الكنيسه وكان معانا طبعا الازهر الشريف في الجزئيه دي، وجزء خاص بالصحه الانجابيه والصحه الجنسيه داخل الحياه الاسريه. أيوه. خليني اقول لحضرتك ان يمكن المحتوى ده يعني هو معتمد من المجلس الاعلى للجامعات، ولكن انبثق منه اربع حقائب مختلفه تدريبيه. زي ما بنتكلم ان احنا عندنا ذوي اعاقه، تم تطوير المحتوى وتشكيله بما يلبي هذه الاحتياجات للفئه دي. المخطوبين طبعا قعدنا فتره بندرس، لان لقينا اسئله كتير بتجيلنا مش موجود عندنا الاجابات فيها داخل المحتوى. لا يعني في تعمق كبير جدا في الجزء الخاص مثلا بتنظيم الاسره ووسائل تنظيم الاسره، وازاي الجزء الخاص بتاجيل الطفل الاول دي كان لازم ان احنا نضيفها، خصوصا يعني يمكن حضرتك اشرتي لسبب من اسباب الطلاق ان احنا ما بنختارش صح. أيوة. وده واضح جدا في مؤشر الطلاق المبكر. هو ليه الشباب بعد ما بيتجوز بكام شهر بيتطلق؟ لانه بيكتشف ان هم مش اولا بيبقى كل واحد غير ان هو يعني مش بيظهر بصورته الحقيقيه طبعا، التجمل بنبقى مش صراحه مع بعض. وحضرتك طبعا تكملي ان انا هنا مش انا المتخصصه هنا حضرتك، لكن عدم الصدق ده عليه عامل، وفكره اني اعتمد ان شريكي هيتغير انا هقدر اغيره، وفكره رابعه مهمه قوي انا هحبه، يعني انا ببقى مش حاسه بقبول يعني، والقبول ده مهم قوي طبعا يعني. طب بس اللي حواليا يضغطوا عليا ويقولوا لي بيجي بعد الجواز. كبرتي يعني بداتي تكبري اتجوزي، يلا خدي الخطوه بسرعه. فكره ان انا ضمن كمان الحاجات برضو الضغط الاسره والاهل والمجتمع رهيب. فكره كمان ان انا بختار في سن انا لسه ما عنديش الخبرات الكافيه، وممكن العواطف بتتحكم اكتر كتير في قراري، فاتغاضى عن عيوب واقول ما فيش مشكله. لا هي في مشكله، ويمكن من الحاجات المهمه جدا اللي نشتغل فيها في تدريباتنا ان احنا بنقول لهم قبل ما نديكم اسس اختيار شريك الحياه، انت محتاج تفهم نفسك. في حاجه اسمها تحليل رباعي، انا احتياجاتي ايه كشخص من شريك او شريكه حياتي، ايه المميزات اللي ما اقدرش استغنى عنها في شريك عمري او شريكه عمري، هنا بتكلم عن الجنسين. ايه المميزات اللي ممكن ما تبقاش موجوده مش هتضايق، ايه العيوب اللي اقدر اتعايش معاها، وايه العيوب اللي مستحيل اقدر اتعايش معاها. الانسان نفسه ما بيبقاش فاهم احتياجاته ايه،
فدي خطوه قبل كمان اسس اختيار شكل الحياه. يعني نقول الاشارات الفلاجز العموميه لاي طبعًا. شخص مع اي شخص طبعا. ايه الصفات اللي هي مبدئيا كده انا ادخل وانا عارف انها مش هتتغير، استحاله تتغير، الطباع اللي هي استحاله تتغير بعد الزواج؟ العصبيه، البخل، الشك، دي بنقول عليها الاعلام الحمراء او الريد فلاجز اللي لازم ياخدوا بالهم منها. في حاجات ما ينفعش نعول انها تتغير لان علم النفس بيقول انه مستحيل. الحاجه الثانيه كمان التعامل مع فتره الخطوبه، يعني هي فتره الخطوبه فسح وخروج وبنجهز الشقه ماشي، بس هي بالاساس فتره اختبار، فتره دراسه جدوى هذه العلاقه من عدمها. الخطوبه على فكره اتعملت عشان تتفسخ، يعني ممكن يكون تعبير صادم جدا. جميله قوي الجمله، ولكن لا هي بالعكس مش صادم، هو احنا لازم نعرف الخطوبه تعاشها. فانا ما اخدهاش على انها وصمه عار واكمل خالص في الموضوع خالص. تخيلي ان ممكن ناس تبقى مكتشفه ان في عيوب مش تقدر انها تستمر معاها او بيها، وبتبقى خايفه من فكره. بس تفتكري مع الاجيال الجديده الموضوع ده ما تغيرش شويه؟ الاجيال الجديده مشكلتها انها مش منتبهه، مشكلتها انها مش عارفه تتعامل مع فتره الخطوبه صح. يعني احنا دايما بنقول لهم لازم تشوفوا شريك او شريكه حياتكم في مواقف مختلفه، لما هينفعل او هيغضب هيتصرف ازاي. لحظه الغضب بتسقط الاقنعه، يعني مهما كان في تجمل لحظه الغضب بتبقى صعبه جدا. فلازم اشوف شريكه عمري او شريك عمري لما هيتعصب هيعمل ايه، لما هنختلف مع بعض هيشتري خاطري ولا لا، او هتشتري خاطري ولا. بتتعامل او بيتعامل مع اهله جوه البيت ازاي، لو ولد بيعامل اخواته ومامته ازاي، لو بنت بتتعامل ازاي مع اخواتها. دي حاجات كلها يعني من ضمن الاشارات فعلا. الاهل زي زمان لما كنا بنسال طبعاً. بنسأل المحيطين، بنسأل في محيط العمل، بنسأل الجيران، إيه الأم معاشرين بقى الشخصية دي بقى لهم سنين. كانت الأسئلة والاستقصاء والمجهود اللي بيعمله الأهل قبل الجواز ده على فكرة في حاجات مش بتبقى موضة قديمة خالص. ده أساسي، ده مهم جدا. أيوة. ده مهم جدا، ومهم كمان وإحنا بنختار نفكر في الأهل. اللي يقولك أو تقولك لا ما أنا هاخده أو هاخدها وخلاص، لا حاجة ده هيبقى جد وجدة أولادك. ده غير بقى ده في أهل بيتدخلوا طبعاً. وحضرتك طبعاً. أشرتي في الكلام وقلنا هنتكلم هنرجع لها النقطة دي. دي في نسبة كبيرة جدا من المشاكل الزوجية بتبقى سبب أساسي الأهل كبيرة. وتدخل الأهل طبعاً. سيطرة الأهل، تعلق الولاد الزائد بطرف من أطراف الأم أو الأب، ان مفيش خصوصيه داخل البيت. ويمكن في بعض المحافظات احنا نزلناها، محافظه تحديدا كنت متصوره وانا نازله ان ما فيهاش ظاهر الطلاق، لسه محتفظه بـ بـ بالحياه يعني البريئه بالظبط. اكتشفت ان معدلات الطلاق عاليه جدا، وان يمكن 90% من اهل المحافظه نفسها بسبب تدخل الاهل، نظرا لعدم اعتماديه الشاب على نفسه مثلا في جوازه. أيوة. فيقول لك لا انا صرفت على ابني، انا ادخل البيت وقت ما انا عايز واعمل اللي انا عايزه واتدخل زي ما انا عايز. فدي مشكله كبيره جدا. محافظات الام بتبقى مسيطره طبعا، يعني طبعاً. معروفه في مصر طبعاً. بعض محافظات الام دي أيوة. هي كلمتها يعني هي اللي ماشيه. وحتى في المحافظات الاخرى حسب بقى في التعلق الابن الزائد وتاثره الشديد بكلام اهله طبعا طبعا. يعني هي محتاجة توعية للأهل كمان. ويمكن إحنا في بعض التدريبات خصوصا التدريبات الخاصة بالمخطوبين بيحضر الأهل ساعات عشان ما بيحبوش يسيبوا الولد والبنت مع بعض في فترة الخطوبة مدة طويلة. الحقيقة النقاشات جوه القاعات بتبقى مهمة جدا، ودايما بنقول للمدربين بتبقى فرصة إن إحنا نتكلم عن خطورة تدخل الأهل عشان الأهل يسمعوا بنفسهم. أيوة. بشكر حضرتك الأستاذة رندا فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة. شكرا لحضرتك. شكرا. بكده لقائي انتهى. عندنا تقرير عن الزرع وأهمية ان احنا يبقى عندنا زرع داخل وخارج المنزل، نشوف كيفية الرعاية بتختلف ازاي. وبعد التقرير ان شاء الله ألتقي بيكم مرة أخرى.